سنناقش موضوعا شائكا يثير تساؤلات كثيرة حول الدور وأهمية الأمم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية. هل لا تزال الأمم المتحدة مؤهلة لتحقيق أهدافها؟ ولديها القدرة على المواجهة في عالم متغير بسرعة؟ هذا عالم القانون الدولي وحقوق الإنسان. تاريخ الأمم المتحدة منذ 7 عقود مضت، في عام 1945 رفع الستار عن منظمة فريدة من نوعها وهي الأمم المتحدة، وكانت تلك اللحظة نقطة تحول تاريخية تم تحقيقها بفضل إرادة قوية للتعاون الدولي، فقد تم تأسيس الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على السلام والأمن العالميين وتعزيز التعاون بين الدول. منذ تأسيسها عاشت الأمم المتحدة تاريخاً طويلاً من التحديات والإنجازات، وقد عملت المنظمة الدولية على التصدي للنزاعات الدولية وحققت تقدماً في حماية حقوق الإنسان. على مدار العقود الماضية واجهت الأمم المتحدة تحديات جسام ومتنوعة تأثرت بالحروب العالمية والصراعات الإقليمية والأزمات البيئية والتحديات الاقتصادية، ومع ذلك تبقى الأمم المتحدة في مركز الانتقاد المستمر والتساؤلات بشأن فاعليتها وقدرتها على مواجهة التحديات العالمية الراهنة. فهل لا تزال مؤهلة لمواجهة التحديات العالمية؟ هل يمكنها تحقيق تأثير فعال في عالم متغير بسرعة؟ الأمم المتحدة وتحديات القرن 21. تحديات جديدة تتسم بتعقيد وحجم غير مسبوقين. تنبثق عن هذه التحديات من تطورات سريعة في التكنولوجيا والعولمة والتغير المناخي، وتتراوح بين الأزمات الإنسانية والنزاعات المسلحة والتهديدات الإرهابية. النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية ما زالت تشكل تحدياً كبيراً في العالم. الحروب الدائرة في بعض البلدان والنزاعات الإقليمية والهجمات الإرهابية تهدد السلم والأمن العالميين. تحتاج هذه التحديات إلى جهود تنسيق دولية قوية. رغم تطور العالم وتقدمه في مجالات عدة، إلا أن النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية لا تزال تهدد السلم والأمان العالميين. مع تفاقم النزاعات المسلحة تنشأ أزمات إنسانية خانقة. المدنيون يجبرون على الفرار من ديارهم، يفتقرون للغذاء والمأوى والمياه النظيفة، ويعانون بكل تأكيد من ظروف صحية سيئة. يتعرض الأطفال والنساء وكبار السن لأعباء خاصة، حيث يصبحون أكثر عرضة للعنف والاستغلال والتشرد. لمواجهة هذا التحدي العالمي تلعب الأمم المتحدة دورا حاسما. مع ذلك يتعين علينا أن نتذكر أن حل النزاعات المسلحة والتغلب على الأزمات الإنسانية ليست مسؤولية الأمم المتحدة وحدها، بل يتطلب جهودا دولية مشتركة. يجب على الدول أن تتعاون وتعمل سويا من أجل وضع حد للنزاعات وبناء عالم يسوده السلم والاستقرار.
الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح. نعم، هناك توافق على أن منظمة الأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاح لتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات العالمية المعاصرة. العالم تطور وتغير بسرعة، وتواجه الأمم المتحدة تحديات جديدة ومتعددة مثل التغير المناخي والنزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية والفقر. ومن أجل التكيف مع هذه التحديات ينبغي تحديث هياكل وعمليات المنظمة، مثل زيادة عضوية مجلس الأمن. يمكن زيادة عدد الدول الأعضاء في مجلس الأمن لتعزيز التمثيلية وتوسيع النطاق الجغرافي. يجب أن يأخذ التوزيع العادل للمقاعد في الاعتبار، التوازن بين الدول الكبرى والصغيرة والمتوسطة، وكذلك التمثيل الجغرافي للمناطق المختلفة في العالم. فليس من المعقول أن الخمس الدول الدائمة العضوية الكبار، فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا، يبقوا فقط هم المسؤولين عن اتخاذ القرار وحدهم في العالم. هذا أمر لا يمكن الاستمرار به. لابد أيضا من تعزيز آليات صنع القرار. يجب تحسين آليات صنع القرار في مجلس الأمن لتسهيل اتخاذ القرارات الفعالة والملزمة. ينبغي تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية في صنع القرار، وضمان وجود آليات تعاونية ومرونة تتيح للدول الأعضاء المشاركة بنشاط في صياغة السياسة. نقترح أيضا تعزيز تمثيل الدول النامية والإقليمية. ينبغي أن يتم تعزيز تمثيل الدول النامية والإقليمية في مجلس الأمن لضمان توازن القوى والمصالح. يمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة عدد المقاعد المخصصة لتلك الدول، وتوفير فرص متساوية للمشاركة والتعبير عن وجهات النظر المختلفة. نقترح أيضا تعزيز التوازن بين السلطات الثلاث للأمم المتحدة. ينبغي أن يكون هناك توازن بين السلطات الثلاث للأمم المتحدة، أعني بذلك مجلس الأمن والجمعية العامة والأمانة العامة، لتحقيق التعاون الفعال واتخاذ القرارات المستنيرة. لابد من إصلاح مجلس الأمن، وهذا الإصلاح ليس مهمة سهلة وتتطلب مشاورات دقيقة وتوافق دولي. يجب أن يتم العمل على تحقيق إصلاح مجلس الأمن بشكل يلبي تحديات العالم المعاصر ويعكس التغيرات في التوزيع العالمي للقوى والتمثيلية.